زمن امتياز، في زمن نعيش فيه في العالم العربي فوق التراث، ونعيش كذلك في زمن تاريخي قياسي بعد الربيع العربي الأول، ثم بعد الربيع العربي الثاني. ندوة الإصلاح اختيار العنوان له دلالته، ولكن أيضا نحن على أبواب شهر رمضان، وشهر رمضان له خصوصية إصلاحية خاصة في تاريخ المسلمين. ومن الذي نستوعبه ونحن نتحدث عن هذه الدورة الإصلاحية الجديدة في المغرب المعاصر. لماذا؟ لأن المغرب اليوم يملك في مجال الإصلاح ثروة غنية وثرية تعين على قراءة التحولات الجارية اليوم للمنطقة العربية بمنطق تكاملي ومستوعب لها، وبعقلية تراكمية بنائية، لأن عملية الإصلاح في المغرب هي ظاهرة تاريخية طويلة الأمد لا تخضع لمنطق الطفرات. إعادة تدبير مفاهيم الإصلاح في المغرب اليوم ومنظومة قيمه إعداد لأرضية العمل المشترك والاتفاق حول أي إصلاح نريد. فلا يمكن الحديث عن الإصلاح بالمعنى السليم إلا من خلال شبكة من المفاهيم ومنظومة قيم ترشد مسيرته وتعيد الاعتبار للجهود المبذولة من قبل تياراته. فالعقل الجماعي المغربي منذ الاستقلال وقبله بقليل يوحي بمجموعة من المفاهيم الإصلاح وقيمه، سواء تعلق الأمر بالمحاولات المتعثرة أو التي كتب لها بعض النجاح الجزئي. فقراءة التسلسل التاريخي للمحاولة الإصلاح التي عرفها المغرب تكشف عن معطيات في غاية الأهمية لكل من يريد أن يباشر عملية الإصلاح، ودونها إمعان في الفوضى وتخريب للمعنى أو مكسور من الإصلاح. ونصح ذلك المدة الزمنية من 1900 إلى اليوم. قبل أن نتحدث عن الفترة ما قبل 1900، معركة إسلي ثم معركة تطوان إلى غيرها. هذه المرحلة مهمة، هذا السياق الزمني مهم جدا عندما نستوعبه من الناحية التاريخية، يهدي إلى مجموعة من المفاهيم، مجموعة من القيم في قضية الإصلاح. السؤال، ولماذا الحديث عن المفاهيم والقيم في عملية الإصلاح في المغرب المعاصر بدل الاشتغال عن النماذج؟ ممكن نشتغل عن نماذج فردا فردا ونماذج منعزلة، لكن ما هي المفاهيم الناظمة لعملية الإصلاح في المغرب؟ وأنا حديث فرض من 1900 إلى اليوم، ما هي منظومة القيم الناظمة لعمل الإصلاح في المغرب منذ 1900 إلى اليوم؟ يعني تقريبا 119 سنة، تقريبا 3 أجيال. أنا أحاول أن أقرأ التاريخ وفق الزمن المتاح، ما هي منظومة المفاهيم المؤثرة لعمل الإصلاح في المغرب منذ 1900 إلى اليوم؟ ما هي منظومة القيم المؤثرة؟ لأن عندما نشتغل على النماذج، للأسف النماذج الجزئية لا تقدم ما ينبغي أن يقدم الإصلاح في المغرب. لماذا؟ لأنها جزئية منعزلة. لكن عندما تربط هذه النماذج بسياقاتها العامة، سواء السياق العام في المغرب أو السياق العام الذي كان يعيشه المغرب كله، لما يتبع النماذج أن وعيها عبر عن لحظة تاريخية تغير وعيها النسبية والوعي الزمني النسبي. فمهما بلغت النماذج من النضج تبقى غير قادرة على قراءة اللحظة التي نحياها إلا من خلال استعادة المفاهيم المرجعية والقيم المؤثرة. قراءة تعتمد منطق تحول باراديغمات الإصلاح. يتجه الموضوع إلى الاهتمام بمنظومة من المفاهيم والقيم المرجعية الجامعة والموجهة لحركة الإصلاح، تلتقي حولها كل التوجهات والاختيارات. بعد الجلسة الأخيرة الصباح وأنا في حديث مع الأستاذ، قلت اليوم المغرب يحتاج إلى أرضية صالحة لإنجاز فعلاً عملية الإصلاح بكل مقوماتها. ما هي الأرضية التي يمكن أن نوجز عليها وحولها الإصلاح الحقيقي اليوم؟ ممكن تحدث عن التصوف، ممكن تحدث عن الحركة الإسلامية، ممكن تحدث عن الحركة السياسية، ممكن كم الذي يجمعون اليوم؟ ممكن أن نقرأ هذا التاريخ ونستوعب حركة المفاهيم التي كانت تؤثر الإصلاح ومنظومة القيم التي كانت تؤثرها. لأن قلت يتجه الموضوع إلى الاهتمام بمنظومة المفاهيم والقيم المرجعية الجامعة والموجهة لحركة الإصلاح، تلتقي حول كل التوجهات والاختيارات. فمجالات الإصلاح إذا لم تؤثر بعدة مفاهيم ونسق من القيم تبقى عارية عن الصواب والمعقولية ومعرضة للفوضى. واختيار موضوع الندوة في هذه الطرفية فيه كثير من الذكاء المنهجي، كما يعبر عن منسوب عالي من الوعي لقضايا الوطن وهمومه، من أجل حوار مغربي مغربي خالص يجري على أرضية التاريخ والواقع، حوار يختبر التاريخ وما أنجزه وراكمه من خبرات وكفايات إخفاقاته ونجاحاته
الواقع المعاصر في مثل التوترات الإقليمية والدولية، وعن الضمانات الكفيلة لحماية الإنسان والوطن من فخاخ الداخل والخارجي. فتجربة الإصلاح في المغرب عبر تاريخه إلى اليوم يعترضها عائقان أساسيين: عائق الداخل وفساد بعض نخبه وتلكك بعض المسؤولين الذين أسندت لهم مهام الإصلاح، كما يذكر المانوني في كتابه مظاهر اليقظة في المغرب الحديث، وبعده الجابري في نقد الحاجة إلى الإصلاح، وبعده التقارير الرسمية تقرر على الحسابات. عائق الخارج الذي لا يرى المغرب مكانه الطبيعي وحقه في الإصلاح إذا كان على هواه. ينقل العلامة المانوني نصا لكاتبة إنجليزية تعبر عن هذه الطرح الخارجية والمماهلة للإصلاح في المغرب، تقول: إن الدول النصرانية لا تنظر بعين العطف إلى عودة قيام دولة إسلامية ناهضة، ولذلك فهي مجمعة على إزعاج السلطان عبد العزيز بعد أن كان السياسة الحسن الأول تهددها بقيام دولة على غرار مصر في أيام محمد علي. حاول نستنبط بعض النصوص في تحليل المفاهيم وتحليل القيم. والواقع ذات أبعاد ثلاثية في التحليل الزمني: الحضور التاريخي ومركزيته في الوعي، والحاضر وهمومه، والمستقبل واستشرافاته من خلال المحاور الثلاث: محور المفاهيم، محور القيم، محور المميزات الثقافية للمغرب. على مستوى المفاهيم المرجعية، إن عملية الإصلاح في تاريخ المغرب هي عملية إنتاج المفاهيم القادرة على التعبير عن الحاجة الأساسية للإنسان وطموحاته، انطلاقا من تجربة الأنبياء، مرورا بالتجارب المختلفة عبر التاريخ، وكذلك من خلال عملية إنتاج منظومة قيمية تعبر هي الأخرى عن الأفق والمعالم للحياة. لا بد لعملية الإصلاح أن تنتظم في نسق من المفاهيم والقيم القادرة على إنشاء ممارسة إصلاحية متوازنة ومستوفية لأركانها، لأن الإصلاح كما يقول الجابري تبيئة للمفاهيم. فحركة الإصلاح الكبرى التي عرفت الإنسانية واستطاعت أن تؤثر في مسارها التاريخي الحديث والمعاصر كانت تنطلق من عدة مفاهيمية مرجعية تشكل رؤية للظواهر التي تعالجها. إنها عملية بنائية للواقع والإنسان وعلاقته بمنظومة قيمه. أول مفهوم يؤثر عمل الإصلاح في المغرب مفهوم المرجعية. أشارت كثير من المصادر التاريخية المهتمة بمسيرة الإصلاح في المغرب إلى أن من أسباب تعثر أعمال الإصلاح وحالة من أخرى عرفت فيها الفشل هذا التناقض المرجعي. مسار ما يزال يؤثر بشكل سلبي على تحقيق الإصلاح المنشود، ويلغي المتيارات في كل مرة الرجوع إلى نقطة الصفر أو الخوض في قضايا هامشية. فدخل المغرب في صراعات المرجعية بين تيار ما سمي بالحداثة الذي لم يقع عن استثمار مفاهيم الحداثة وفق الخصوصية المغربية وتنوع مجال الإنسان المتعدد الروافد الثقافية واللغوية والمجالية، بل دخل في دوابة العنف في تدبير كثير من القضايا، أقصد العنف الرمزي، مع ما سمي بتيار العصارة الوطني الشعبي والرسمي الذي لم يقع هو الآخر على حسن استثمار أصالته في أفق البناء والزيادة في منسوب الوعي الوطني. ومما زاد من حدة هذا العنف انقسام نخبي بين مرجعيتين: مرجعية الموافق الدولية في تدبير إشكالات الإصلاح وضرورة الخضوع لها شكلاً ومضموناً، ومرجعية داخلية أصيلة ذات عمق تاريخي سيكولوجي هي المرجعية الإسلامية. وأهمية تحديد مرجعية الإصلاح ليس وهماً، لأن البداية الحقيقية لبناء الدولة والمجتمع في المغرب كانت مع دخول الإسلام كما يقول محمد زنيبر، ومصدر الإصلاح في المغرب على اختلاف وتعدد دوله كان هو الإسلام الذي دخل إلى بنية ثقافية ومجتمعية جديدة. فالتحول الذي طرأ على المصدر هو يعني يتحدث عن الإصلاح يعني التقاء بنيتين كانت منفصلتين عن بعضهما: البنية الفكرية الإسلامية والبنية المجتمعية المغربية التقليدية، ومن ثم أخذ تطبيق الإسلام طابعا مغربيا كما أخذ المجتمع المغربي طابعا إسلاميا، لأنه العامل المؤثر في حركة المجتمع منذ الفتح الإسلامي وعاملا أساسيا في صناعة الشخصية المغربية. فإمكانية حصول عملية الإصلاح في المغرب متوقفة في جزء كبير منها على حصول حد أدنى من الإجماع والتواضع الفكري، ووقف التعارض والتناقض الذي يمزقه فكريا ويلغي لديه كل قدرة على التفاهم والمبادرة التاريخية. ولا يمكن لهذا الإجماع أن يكون تسوية ولا تلفيقا لفظيا بين التراث والحداثة، ولا إبعادا لطرف من قبل الآخر. إن جوهر الإجماع الممكن هو الوعي الذاتي الذي تشكل من الإجماع الفكري الذي تؤسسه المرجعية الجامعة الفاصلة بين التناقضات والصراعات التي تحياها فصائل السياسية الفكرية والدينية. وتظل الالتزام بالوحدة المرجعية في
وقد تجاوز هذه الوحدة المرجعية في الإصلاح تخريب لوحدة المغرب وتشويه لمساره التاريخي وعمقه الحضاري. المفهوم الثاني الوحدة والتنوع. عملية الإصلاح في المغرب ليست على درجة واحدة من الاتفاق بين المباشرين لها، بل تصل في كثير من الأحيان لحد التناقض فيما يقصد كل ديار من مفهوم الإصلاح. لهذا فإننا نؤمن بأن الصراع داخل الوطن بين تياراته على اختلاف توجهاته المذهبية حول قضايا هي أقرب إلى التوافق منها إلى الخلاف يفوت علينا فرص الإصلاح والبناء والنهوض. الصراع ليس في مصلحة أحد، فالحوار والشراكة الفعلية هي سبل الحسم في القضايا المصيرية للوطن بدل شد الحبل وتبادل التهم والتحلي بالجرأة والشجاعة والتنافس الشريف النزيه. شمولية الإصلاح. من الملاحظة التي سجلتها بعد أقرب التاريخ على ملاحظة الإصلاح منذ 1900 طابعها التجزئي، وقد وقف الأستاذ المنوني عند أسباب تعطل محاولة الإصلاح في المغرب أرجع بعضها إلى قصور في فهم فكرة الإصلاح أصلاً، حيث تم اختزاله إلى فكرة جزئية كما يقول تافهة وسطحية وتركت البنيات الأساسية كما كانت واكتفت بإشارة تقعات في بقع محدودة من وظاهر وتركت بينما أغمضت في كثير من الأحيان عينها عن البواطن وفيها كان يكمن الذهب. الكفاءة والأهلية من نقاط الضعف التي مست حركة الإصلاح في المغرب وما تزال. عدم أهلية بعض من تحمل مسؤولية الإصلاح وعدم تحصيلهم الكفايات اللازمة وهو ما رصدته المذكرات الحجمية. ثم بعد ذلك رصد الوقت قريب من الأعلى للحسابات حول المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم. الوعي التلقائي بالذات والآخر هذا مهم، الوقت لا يسمح، ولكن الوعي التلقائي بالذات والآخر في الوقت الذي ينبغي قراءة المسار التاريخي المغربي وتمييز التعامل مع الآخر وقدرتي على حفظ كيانه المتميز وعبر الجميع عن هذا التمييز المغربي وفلادته في علاقته مع الآخر، فيقول بأن المغرب كان يتلقى الأفكار الجديدة والتيارات الإيديولوجية من المشرق، ومن تستوطن الوافد من الأفكار والدعوات في الأرض المغربية حتى تنزع عنها لباس الخلافي المشرقي مفهوم المجتمع العلمي. اليوم الإصلاح لا يمكن أن يدبر على المستوى السياسي، لا بد من تكوين مفهوم جديد اليوم، وأن المجتمع العلمي يساهم في تكوين أرضية وقاعدة تدعم الإصلاح داخل أي مجتمع. لكن عندما نبقى دون مجتمع علمي ناهض يخطط لمسار الإصلاح نبدد الوقت والزمن. مفهوم آخر من إصلاح النخب إلى إصلاح المجتمع أن ينخرط المجتمع بكل فئاته في الإصلاح. الإصلاح في ظل الاستقرار على اعتبارنا قاعدة الأمن توفر للمجتمع المغربي القدرة على تدبير إشكالات الإصلاح على مستوى منظومة القيم. أذكر المنظومة أو القيم الآتية: قيمة الإصلاح، الإخلاص عفوا، الإخلاص من الثوابت الديني والوطني التي صنعت المغرب، الإخلاص الذي يعزز قيم متولدة من قيم الإصلاح، الإخلاص كالإتقان الأعمال وأداء الواجبات، قيمة العفة وحفظ المال العام. أنا قرأت تاريخيا أن من المشاكل الكبرى التي واجه المغرب في حركة الإصلاح في محاولة الإصلاح مشكل حماية المال العام، قيمة الحرية، وهي من القيم الكبرى لا يمكن نؤسس اليوم للإصلاح إلا إذا كانت الحرية هي التي تؤثر فعلا محاولة الإصلاح. أنا مدين المغرب أن تاريخيا العلماء كان عندهم جرأة في أن يقوموا محاولة الإصلاح وكل الشعب، وأنا أذكر حركة الدباغين في فاس كان لها دور مهم جدا على المستوى الشعبي في نقد الاصلاح الذي كان يباشره السلاطين في المجتمع المغربي على اعتبار ان حريه الانسان داخل المجتمع هي الضامن الاساس لتقويم مسار هذه الاصلاحات. قيمه تاسيس السياسه الاصلاحيه على الخير تجنبا لافه السقوط في التسلط السياسي او السياسه المنفصله عن القيم الاخلاقيه. قيمه الكرامه او قيمه الزمن. الزمن في الاصلاح ثروه لا تقدر بثمن. إهدارها تعطيل لدورات الإصلاح وعنصر أساسي من عناصر البناء الحضارات وما يمنح للإصلاح بعده المنهجي في التدبير. فالوعي بالزمن وعي بالمنهج وعناصره ووعي بمصلحة الأجيال. وأختم إن شاء الله تعالى بما الزمن 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 المدخلة في زمن الإصلاح. الإصلاح له كلفة زمانية مقدرة تستجيب لقانون حضارات حضارية، ثم أيضا للدورات الخمس: النشأة والصعود والأوج والأفول ثم الكمون، كما يحتاج إلى جهد فكري تجديد استيعابي لكل هذه الدورات، وإلى جهد تربوي نفسي عادي منسوب. هي مهمة أولي العزم في هذا الوطن من الرجال والنساء ومن كل التوجهات
والاتجاهات، لأن البناء يحتاج إلى كل الطاقات بدون استثناء. ومغرب اليوم فأمس الحاجة إلى تمثل المفهوم الجابري للكتلة التاريخية من خلال احترام الثوابت وتقدير المصير والهوية الجامعة والتعدد الثقافي. إن البناء الحقيقي هو بناء للقناعات والتصورات، ولا بناء إلا ببناء المفاهيم السليمة والقيم الراشدة. فالحضارات تظهر من خلال نموذج ثقافي قيم إنساني مرجعي يستوعب خصائص التفكير من نموذجه الإدراكي الخاص، لا من